toujours la Bureau Cup. Il y a des vétérans, et oui, ils ne sont pas tous jeunes. Donc le premier Enduro Cup vétéran. So first in the Enduro Cup veteran. Monsieur Paulin Jean-François. Le second, Enduro Cup, Wafi Abdelali. And third overall. Et le troisième, c'est Aloftis Holm. Allez, Wafi, premier. So in Enduro Cup for Quad, we're going to announce the first, second and third. Le premier vainqueur, c'est Axel Dutry. Second, Sébastien Leboeuf. Et troisième, Franck Gaillard. That's the third, second and third in the college of the Euro Cup. Et pour l'anecdote, au Strats absolu, c'est Axel qui gagne devant toutes les motos. Bravo. مشاركة قوية كانت من جميع أنحاء العالم. الحمد لله السنة هذه السنة الخامسة على التوالي فزنا بهذا الرالي، وطبعا الرالي هذا من أقوى الراليات ومعروف على صعيد العالمي، لأن جميع المصانع وجميع السائقين يكونوا متواجدين في هذا العدد. والحمد لله يعني اليوم فزنا بهذا الرالي، الفوز هذا للعرب كله طبعا، وكل الشكر لجلالة الملك وللشعب المغربي على جهده وعلى استضافته خاصة هذا الحدث الكبير. وطبعا نشكركم انتم يعني على تغطيتكم الطيبة هذه، ودائما يعني توصلون الرسالة هذه، الرياضة محبوبة في المغرب ما شاء الله، يعني الثقافة رياضة السيارات جدا يعني عالية في المغرب، ونتمنى ان شاء الله التوفيق والاستمرارية ان شاء الله في الأعوام القادمة إن شاء الله. والله هو بحد ذات الطريق صعب، يعني صحراء المغرب يعني جدا صعبة، تحتاج تركيز عالي، تحتاج خبرة، تحتاج يعني شخص معاصر الصحراء. والحمد لله يعني أنا متربي في الصحراء وعارف يعني شخص معاصر الصحراء والحمد لله يعني أنا متربي في الصحراء وعارف الصحراء ولهذا السبب دائما يعني نكون متفوقين يعني في
في هذا المجال، وخاصة هنا بالمغرب للمرة الخامسة على التوالي. هذا ريكورد جديد. أيوة، وطبعا نتمنى إن شاء الله التوفيق في المراحل الجاية إن شاء الله. والله نشكر الشعب المغربي على كل حاجة يعني قاموها في هذا الرالي، ومن استضافة، من حب، ومن احترام، ومن تحية، وهذا يعني مش قريبة على الشعب المغربي. شكراً تسليماً. شكراً. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.